مساء الخير. انتشر مرض عين الطاووس من أكثر من 3 سنوات على زهر وحبوب الزيتون، وعم بيؤدي إلى تساقط حبات الحبات بأيلول وانتشار مرض فراشة الياسمين اللي عم تاكل الورق. وهالأمراض عم تضرب موسم الزيتون اللي صار على البواب، وإذا ما اهتم المزارعين بمكافحة هالأمراض بشكل صحيح رح يخسروا الموسم. كما انتشر مرض طاعون الصبار بالمناطق الجنوبية ويبس أشجار الصبار لأنه المرض ما تكافح بشكل صحيح وخسر المزارعين الموسم. بالعودة إلى طقسنا، أجواء صيفية مستقرة ورطبة مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض، المتوسط حرارة مرتفعة ورطوبة عالية، الهواء متوسط السرعة وبحر مائج شوي، حرارة 129. ليلة طقسنا بلبنان غائم جزئيا وارتفاع محدود بدرجات الحرارة وتكون ضباب فوق الجبال، ولبكرة طقسنا غائم جزئيا وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 22، على المرتفعات 20، بالبقاع 16 والأرز 13 درجة، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل بكرة ببعض المناطق اللبنانية. نبدأ مشوارنا من بينو 27، رح ب 27 إهمج 30، بيت مري 28 درجة، ننتقل من بعدها إلى البرامية 31 وصور 30، نبطية 27 ودميت 29 وبيت مري 28، بعلبك 33 والهرمل 33. أما الرطوبة فبتتراوح بين 55 و85%، حرارة سطح الماء 29 وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. أما الرياح فعم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون طقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليلة 22 أقصاها 33، هالأربعة بتتراوح بين 21 و32 درجة، والخميس بين 21 و31 درجة. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 31، دمشق 36، والقدس 30، الرباط 27، والجزائر 31. ومننهي مشوارنا بباريس حيث عم بتسجل درجات الحرارة 25 ولندن 25. وهيدا كان كل شيء. باي.